هذه العملية الثانية على التوالي في مدينة تملالت بعد العملية ديال التعقيم اللي استهدفنا بها المحلات التجارية الكبرى، الأماكن في التجمعات، الأبناك بجميعها. هذه العملية الثانية هي عملية ديال التكريم ديال قوات المساعدة، الدرك الملكي، أعوان السلطة، رجال الصحة، باسكو داروا واحد الدور اللي هو كبير كبير بزاف، اللي كيتمثل في الأمن والسلام ديال المنطقة ديال تملالت. وهذيك خير دليل أن المنطقة لم تسجل ولا أي حالة بسبب كوفيد 19، وهذا الشيء وإن دل على شيء وإنما يدل على الصرامة ديال السلطة. كذلك ما نساوش السيد الباشا محمد الهلوس اللي كيقوم بواحد الدور كبير في المنطقة ديال تملالت. هذه فكرة أننا نقدموا لهم شكر الجزيل والجميع السلطة في المغرب كله من جميع عناصر السلطة، بالإضافة إلى الجيش الأبيض، الجهاز الطبي، ممرضين أطباء اللي هم جنود الخفاء اللي هم واقفين صامدين ضد هذا الفيروس. ما علينا إلا نحيي الأخت على هذه البادرة القيمة اللي قامت بها. في الحق فاجأتنا، أنا واحد من اللي يتفاجئوا بهذه البادرة هذه حتى الآخر لحظة. شباب نشيط احنا تبعناهم في هذه العملية ديال الكونفينمون، كانت باستمرار يوميا كتوعي المواطنين، كتعقم الشبابيك الأوتوماتيكية ديال الأبناك، كتعقم بعض المحلات التجارية. في الحق ما نزيدوها إلا تنويه على تنويه، وكنشكروا على العمل الجبار اللي قامت به من تلقاء انفسهم، ماشي مدفوعين من شي جهه ولا من ناس، من تلقاء انفسهم كيف ما كنقولوا كنعاود كنقولوا. في البدايه كنتقدموا بالشكر الجزيل للجريده ديال شوف تيفي اللي كتغطي معنا هذا الحدث هذا اليوم، اللي كتقوم به واحد الطالبه شابه جمعويه مدينه تملالت، اللي قامت بواحد المجموعه ديال المبادرات في اطار هذه المحاربه ديال الوباء ديال فيروس كورونا، الجائحه اللي اعلنته منظمه الصحه العالميه كصنفته كجائحه. هذه الطالبه هذه اللي قامت بواحد المجموعه من المبادرات الاجتماعيه اللي من شانها انها تحارب الانتشار ديال هذا الوباء، شفناها كتقوم بالتعقيم ديالها لعده ديال المرافق العموميه والمرافق الخاصه، اكشاك، مؤسسات عموميه، مؤسسات خاصه، واليوم كتقوم بواحد التكريم لرجال السلطه المحليه ولرجال الصحه اللي قايمين بمجهودات جباره، لا من درك ملكي ولا اداره ترابيه ولا ناس الوقايه المدنيه ولا القوات المساعده، قايمين بواحد الدور اللي هو جبار، واحد الدور اللي هو مهم في اطار تصدي الانتشار ديال هذا الفيروس هذا اللي هو خطير. واليوم كتقوم بواحد التكريم وواحد كلمه حق اللي هي قليله في الحقيقه في حق هاد الناس هادو اللي ضحاوا بالغالي والنفيس واللي كانوا في الصف الاول في محاربه ديال هاد الجائحه هذه وتصدوا ليها. والحمد لله اليوم اقليم قلعه صراغنا كاينه في صفر حاله ديال 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 المصابين، بعد ما كانوا شي حالات وتمت المعالجه تم العلاج ديالهم. هذا ما كيرجع الفضل فيه للناس ديال الصحه اللي قاموا بمجهودات جباره على المستوى الاقليمي ولا على المستوى المحلي. تنشكروا الطالبه المجازه خوله على هذه البادره الطيبه اللي الثانيه لان قامت بالاولى هو تعقيم جميع الشوارع والمحلات ديال تملالت رفقه الزملاء ديالها، وهذه البادره هذه جدت تتويج لواحد العمل اللي تنشكروا فيه حتى احنا بدورنا كسكينه تملالت السلطه المحليه من باشا وقياد وقوات مساعده رجال الدرك الملكي اللي أبدوا بلاء الحسن لا ينامون. حقيقة قليل في حقهم التكريم، ولكن هو كمفتاح ديال واحد البادرة ولا التفاتة لهاد الناس هادو اللي قاموا بمجهودات جبارة فعلا على السلامة ديال المنطقة. وكيف تتعرفوا تملت ولا إقليم قلعة السراغنة راه تيشهد صفر حالة، هذا نتيجة ديال الوعي والتزام السكان اللي تنشكرهم بدورهم تاهما من هذا المنبر بالحجر الصحي. وحنا تنتمنوا إن شاء الله بأن البلاد المغرب كامل إن شاء الله يخرج من هذا البلاء بصفر نتيجة إن شاء الله، ونخرج الحياة اليومية كما تتكون. وهذه البادرة اللي درت الأخت خولة اللي مشكورة عليها في حقها في التفاتة لهاد الناس هادو، مشكورة من هذا المنبر هذا، ومشكورين كصحافك اللي حاضرين معنا في هذا التكريم هذا لرجال السلطة. شكر خاص كذلك للأخت خولة على هذا المجهود اللي قامت به من خلال رد الجميل لهاد الناس اللي قاموا بواحد الدور
هام في نجاح فترة الحجر الصحي بمدينة تاملات من سلطات ورجال الدرك الملكي وقوات مساعدة. نشكرها من هذا المنبر على كل ما قدمته. اليوم هو واحد نهار تاريخي، هو تكريم تاع السيد الباشا المجهودات الجبارة اللي قام بها من طرف الشابة خاولة مشكورة، تنشكرها جزيل الشكر. السيد الباشا قدم طيلة هذه السنوات مجهودات كبيرة من أجل المدينة ديالها، من أجل المدينة ديالنا، ومن أجل الرقي بالمدينة على الأمام. تنشكروه وتنتمنوا ليه مسيرة موفقة في الحياة دياله، وتنشكروا جميع أعوان السلطة والناس الداخلية اللي تعاونوا معاه.